ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في الحلقة التانية من كورس تعلم اللغة الانجليزية من الصفر. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نطلب اكل في المطعم، ولو حد سألنا سؤال بالانجلش ليه علاقة بالاكل او المطعم ازاي نرد عليه بالانجلش، وكمان هنتعلم شوية كلمات وهنتعلم ازاي نستخدمها في جمل ونستخدمها في حياتنا اليومية. انا اسمي احمد حسن وانت بتتفرج على Learn Different Academy. في البداية كده لازم تعرف ان الشخص اللي بياخد منك الاوردر في المطعم هو اسمه waiter، ده لو كان ولد بيبقى اسمه waiter، وساعات ممكن تقولها waiter. دورك. ولو كانت بنت هيبقى اسمها waitress، وممكن تقول عليها برضو waitress. دورك. والمطعم نفسه بالانجليش اسمه restaurant. دورك. فلما يجي الويتر او الويترس دول ياخدوا منك الاوردر بتاعك اللي هو الطلب بتاعك في المطعم، الطلب اسمه order. فلما يجي ياخدوا الاوردر بتاعك في المطعم هيقولوا لك what would you like to eat for dinner، يعني الدينر اللي هو العشاء. What would you like to eat for breakfast? What would you like to eat for lunch? يبقى breakfast اللي هو الفطار، lunch اللي هو الغداء، و dinner اللي هو العشاء. فانت لما تيجي ترد عليها تقول له I'd like، مثلا لو انت عايز تطلب chicken with rice اللي هي الفراخ مع الرز او رز بالفراخ، هتقول I'd like chicken with rice. اي حاجة هتعوز تطلبها هتقول I'd like a medium pizza، I'd like a small pizza. small اللي هي الصغيرة، ميديم اللي هي المتوسطة في الحجم، والكبيرة اسمها large. لو عايز اسألك اذا كنت عايز تضيف حاجة في الاوردر بتاعك ولا لا، هيقولك would you like for example، مثلا لو انت عايز، هو عايز يعرض عليك انك تاخد كوباية قهوة او فنجان قهوة مع الاكل بتاعك، هيقولك would you like a cup of coffee، would you like a cup of tea. a cup of coffee يعني فنجان قهوة، a cup of tea يعني كوباية شاي او فنجان شاي. طيب لو هو عرض عليك انك انت تاكل حاجة معينة، او عرض عليك انك انت تشرب حاجة معينة وعايز تقوله ان انا عايز ايوة فعلا الحاجة دي، هتقوله yes please يعني لو سمحت هات لي الحاجة دي. فلو هو قالك would you like a cup of coffee، تحب تشرب فنجان قهوة، هتقوله yes please، معناها ان انا ايوة عايز، اتفضل لو سمحت هات لي. او هتقوله no thanks لو انت مش عايز الحاجة دي، هتقوله no thanks، او هتقوله yes please. no thanks or yes please. دورك. يبقى دلوقتي معادنا للكلمات، والكلمات النهاردة هتبقى من ضمن المحادثة اللي تعلمناها علشان نقدر نستخدمها في المحادثة اللي تعلمناها النهاردة، وده يساعدنا ان احنا نتعلمها اسرع ونستفيد بيها اكتر. احنا بالفعل اخدنا كلمة breakfast معناها فطار، breakfast الفطار، ولانش اللي هو الغداء، lunch. وخدنا طبعا dinner اللي هي العشاء، dinner. وطبعا chicken with rice اللي هو رز بالفراخ او فراخ بالرز ايا كان، يعني chicken with rice. دورك. طبعا a cup of coffee يعني فنجان قهوة، ممكن تقول له I'd like a cup of coffee يعني انا عايز فنجان قهوة، او a cup of tea، a cup of tea يعني كوباية شاي او فنجان شاي. دورك. وطبعا احنا عارفين التوست، بس التوست ده بالانجليش اسمه توست. دورك. طبعا كلمة جوس معناها عصير، فأي حاجة اخرها كلمة جوس معناها ان هي عصير، ممكن تقول orange juice، apple juice، ممكن برضو mango juice وهكذا. دورك. وطبعا بالنسبة للبيض، البيض اسمه eggs. ولو انت عايز تقول بيض مسلوق اسمه boiled eggs. اما البيض المخفوق او البيض المقلي زي ما احنا بنقول عليه بيبقى اسمه scrambled eggs. دورك. وطبعا البطاطس اللي احنا بنحبها، الصوابع اللي كل الناس بتحبها، اسمها French fries. دورك. وبس، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. اتمنى اكون استفدت. ذاكر الحلقه دي كويس والحلقه اللي فاتت، واستنى الحلقه الجايه. كان معك احمد حسن من Learn Different Academy.
واشوفك في الحلقة الجاية. باي باي.